لدى استقبال سموه لرئيس جامعة الأمير سونكول التايلاندية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد حرص مملكة البحرين على توطيد علاقات التعاون مع مملكة تايلاند الصديقة في كافة المجالات، لا سيما في المجال التعليمي، وذلك عبر تبادل الخبرات والاستفادة مما تمتلكه مملكة تايلاند من جامعات عريقة ومؤسسات تعليمية وأكاديمية متميزة. أضاف سموه أن تطوير قطاع التعليم والارتقاء به يشكل أحد المقومات الرئيسة التي تعتمد عليها الدول في مسيرتها على طريق النهضة والتقدم، وأن مملكة البحرين تحرص في هذا المجال على تعزيز تعاونها مع مختلف الدول التي تمتلك تجارب تعليمية رائدة ومن بينها مملكة تايلاند الصديقة. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر قضيبية صباح اليوم البروفيسور الدكتور ني وات كاي براداب رئيس جامعة الأمير سونغ كولا التايلندية، الذي يقوم بزيارة حالية إلى مملكة البحرين على رأس وفد أكاديمي وإداري من الجامعة. خلال اللقاء رحب سموه بزيارة رئيس جامعة الأمير سونكولا إلى مملكة البحرين، معربا سموه عن تطلعه إلى أن تسهم في تعميق أواصر التعاون المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والانطلاق بها إلى أفاق أرحب تلبي التطلعات المشتركة. وشاد سموه بجامعة الأمير سونكولا وما تحظى به من كوادر أكاديمية لها إسهاماتها البارزة على الصعيد العلمي والأكاديمي، وهو ما أهلها لأن تكون واحدة من الجامعات الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي. أكد سموه أهمية الأثر الذي يلعبه العلم والثقافة في تحقيق التقارب وزيادة مساحة التفاهم بين الدول والشعوب، ومشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على دعم قطاع التعليم وتطويره وفق أحدث النظم العالمية ليكون أكثر إسهاما في دعم جهود التنمية التي تشهدها المملكة. كما نوه سموه إلى أهمية البحث العلمي في دعم وتنمية القطاعات المختلفة لا سيما في المجال الطبي والصحي، داعيا سموه إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين في مجال البحوث العلمية الهادفة إلى الارتقاء بخدمات القطاع الطبي والصحي وبما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة في البلدين الصديقين. من جانبه أعرب رئيس جامعة الأمير سونكولا التايلندية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بكل ما يرتقي بمجالات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين، ومستذكرا بكل الاعتزاز تشرف الجامعة بمنح سموه درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية عام 2009 تقديرا لسموه وإنجازاته في مجال التنمية المستدامة وتعزيز جهود المجتمع الدولي في قضايا السلام والأمن والتعاون. أكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يمتلك رؤية حثيثة تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية تعكس ما لدى سموه من تجربة طويلة كان لها عظيم الأثر فيما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتقدم، وأسهمت في تعزيز علاقات البحرين الخارجية وفق معطيات تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، ومشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في مجال التعليم.